بغيناك تشرح للمشاهدين الوضعيه ديال قانون الاطار حول التربيه الوطنيه اللي مازال جامد في مجلس النواب. شنو هي المشاكل ولماذا هذا المشروع هذا ما بغاش يخرج للوجود؟ اليوم الموضوع موجود، رحنا اشاره التشاور والدراسه من طرف رئيس المجلس مع رؤساء الفرق والمجموعه النيابيه، لكن نحن داخل اللجنه وداخل مكتبها بالخصوص سنعقد اجتماعا من اجل الدراسه ومن اجل تحديد موعد للتصويت على هذا النص الذي سيسجل بطبيعة الحال في مسارنا النيابي وفي مسار هذه اللجنة، ولا بد أن يخرج لأنه نص مهم ويحمل في طياته عديد من الإجابات على إشكالية التعليم وما تعيشه المدرسة العمومية اليوم، وبالتالي لا يمكن أن نسقط في تناقض غريب جدا من خلال هذا النص وثم أن نضيع مصالح المواطنين والمواطنات في تلقي تعليم جيد وفي بلورة نصوص تنظيمية وتوفير إمكانيات لازمة للنهوض بالمدرسة العمومية التي في نهاية المطاف اليوم البرلمان هو جزء من منتج السياسة العمومية في بلادنا، وعلى البرلمانيين أن يجتهدوا لتطبيق هذه السياسة العمومية على أنفسهم أولا. فالنقاش الذي كان نقاش غريب ولا يمت للعمل السياسي والعمل النيابي بصلة، وبالتالي يجب أن نستبعد دواتنا وإيديولوجيتنا عن النص القانوني جاء في خدمة المواطنين والمواطنات عموما. إذن أنتم غادي تقترحوا البدء من لجنة البدء في هذا الموضوع في يوم الثلاثاء المقبل؟ اليوم الثلاثاء المقبل اللي هو غدا لدينا نقاش آخر حول السينما، حول المركز السينمائي وأدواره الثقافية. هذا المشروع عدد الإطار، هل ستطلبون من رئيس اللجنة أن يباشر الدراسات هذا المشروع؟ لا، أنا شخصيا سأطالب بأن يتم التصويت على هذا النص في القريب العاجل. نحن كان طموحنا هو الإجماع، طموحنا أن نبلغ الإجماع وأن يكون التصويت عليه بشكل جماعي، لأنه يعتبر ملف يندرج في إطار قضية وطنية ثانية بعد قضية الوحدة الترابية اللي هي قضية التعليم وما تمثله من آفاق واعدة للتنمية في بلادنا. لذلك خلاف بسيط في نظرنا حول لغات التدريس، حول اللغات الأجنبية التي تعتبر واقع الآن ولا بد أن تكون مندمجة في المنظومة التربوية دون أن نسقط من قيمة اللغة العربية واللغة الأمازيغية. واليوم الذي عليه أن يصوت ضد أو نعم يجب أن نفصل بالديمقراطية، والديمقراطية هي الفيصل.